أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات، وبس الآن نعرض عليكم تردد قناة قطر على القمر الصناعي سهيل سات 2023. إذن قناة قطر هي القناة الرسمية لدولة قطر، وهي تبث على شاشتها كل ما يتعلق بحكومة قطر، وهي من أهم القنوات الفضائية في دولة قطر، وتوفر القناة محتوى مناسب لجميع الفئات العمرية. إذن تردد قناة قطر على القمر الصناعي سهيل سات 2023. القمر الصناعي سهيل سات، التردد 10770. إذن القمر الصناعي سهيل سات، التردد 10770. الاستقطاب عمودي، معدل الترميش 27500، معامل التصحيح 3-4، الجودة HD. إذن القمر الصناعي سهيل سات، التردد 10770. الاستقطاب عمودي، معدل الترميش 27500، معامل التصحيح 3-4، الجودة HD. اسم القناة لقائمة القنوات قطر تي في. وبذلك نكون قد وفرنا لكم تردد قناة قطر على القمر الصناعي سهيل سات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.